نعلن هالشعار كلنا سوا. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير، وسوف يا رب أتغير إلى صورتك وأشبه صورة ابنك يسوع المسيح، وأعلن حقك في حياتي ووعودك في حياتي ومشيئتك في حياتي، لكي أطيعك وكن ابن مطيع، ابن يسمع وينفذ كلام أبيه السماوي. منصلي إذا في أي نفس بيناتنا في هذه الليلة يا رب بعد ما ضاقت خلاصك ولا ضاقت البنو فيك، منصلي في هذه الليلة تعلن ذاتك أنك أنت الأب الصالح الوحيد، وأنك أنت المخلص الوحيد، وأنت الشافي والفادي الذي يقدر على كل شيء. من أجل اسمك نصلي حماية على هذا المكان من كل أرواح تشويش باسم المسيح. دمك يغطي زوايا هذا المكان يا رب، ملائكتك تحمي هذا المكان من كل شر ومن كل شبه شر. ونعلن مجدك في وسطنا، من لك خذ راحتك في وسطنا، على حياتنا، على قلوبنا، على أفكارنا يا رب. واجعل يا ربي أرض قلوبنا طرية حتى تستقبل هذه الكلمة، فتأتي بثمار 30 و60 و100 فعلا باسم المسيح. نعطيك كل المجد، آمين. تفضلوا نفتح إنجيل متى إنجيل البشير متى صح 7، متى 7 ابتداء من العدد 15. متى 7:15 فتحنا، الله يفتح بوشكم. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، هل يشتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونه. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت سقط، وكان سقوطه عظيما.
آمين آمين. عايشين بأيام الإنسان عم بيحب يظهر، إذا بتلاحظوا أيام الظهور، أيام الأضواء الصاخبة، أيام المواهب اللي عم بتفجر، أشياء مش طبيعية عم نشوف، أمور ما كنا نشوفها قبل، والإنسان راكد يبين، حابب يظهر، حابب يقول أنا هون اطلعوا فيي، حدا يعمل لي قيمة، حدا يكافئني، حدا يعمل لي دعاية، أنا هون، شوفوا شكلي، طولي، عرضي، شعراتي، لوني، صوتي، موسيقتي، مواهبي، وصف شو بدي سمي تسمي. تعرفوا هذه الكتاب ذكرها بآخر الأيام، عبادة الجسد. الإنسان ما عاد يقبل حاله مثل ما الله خلقه، حتى صار بده يحط بصماته فوق إيدين الرب، ما في قناعة. مش بس هالأمور عم بتصير بالعالم الجسدي الشهواني، عم بتصير حتى بالعالم الروحي. في ناس عم بيحبوا يعملوا دعايات، في ناس عم بيحبوا يعملوا مركز لحالهم. أنا ما عم بحكي على الدوافع، إذا نظيفة وإذا سليمة أمام الرب، أنا عم بحكي لما بيكون دافع الذات والأنا، شو الهدف من اللي أنا عم بعمله لحتى بين، شو الهدف؟ ناس تزقف لي، تهيص لي، صوري تنزل بالبنويات ويحكوا عني، ياي، وتبلش الناس تقلدني. عارفوا هذا شو اسمه؟ شيطان الشهوة. شهوة الجسد. مش بس شهوة الجسد الأكل والجنس، كتار شهوات الجسد. تعرفوا أعمال الجسد مش تحت التسعة، هولي خطوط عريضة، هولي بعد فيك تتفرع كتير، تفوت بزواريب ومجارير وأساطير وأنيات ونهورة مثل نهر، عنا هو نهر الموت، بيوصل على نهر الموت، اسمه نهر الموت يعني بتعرفوا لأنه ريحته بتموت. فنحن صرنا بأيام مخيفة أحبة، فحتى روحيا صار الموضوع بيخوف، يعني الناس صار عم تتاخد بظواهر، ظواهر بأمور خارقة، بأمور منا عادية مش معودين عليها كتير. طب أنا كشخص بقول عن حالي مسيحي، كيف طيب أنا بدي كون واعي لهالأمور وأعرف إذا هالأمور من الله أو من عدو الله؟ ما عندي مصدر تاني، كلمة الله. هلك شعبي لعدم المعرفة، هلك شعبي. ما تقلي قديه بتصلي، ما بتعرف الكلمة، هالك. ما تقلي قديه بتصوم، ما بتعرف الكلمة، هالك. ما تقلي قديه بتزور كنايس، ويمكن بتروح رحلات سياحية دينية، إذا ما بتعرف كلمة الله، الله بده يدين العالم على كلمته. في أوضح من هيك؟ السماء والأرض تزولان يقول الرب. انتبهوا، مش ستزولان بس، تزولان هني هلأ على زوال، ولكن الكلام لا يزول أبدا. يعني هيدا قديت حيرب هالكتاب،
أديه حرقوا منه أديه، لكن كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة ما حدا بيقدر عليها. غبل يفكر انه بيقدر يمحي كلمة الله، ما قدر يمحيها. في ناس قالوا محرفة، ادعاءات باطلة كاذبة، ولا اثبات فيه، ولا اثبات، كلام واشاعات. ليه؟ لانه الجحيم بخاف من هالكلمة، قوات الجحيم بتخاف اذا هالكلمة مزروعة فيك، لان هيدي فيها الحياة. قال كل كلمة من الله نقية، كل كلمة. تصور اذا كلمة من الله قال لحياتك نقي وفيها حياة وقوة واعلان لحياتك. اذا قال لك بحبك، بس اذا قال لك بحبك تعريف ما رح تتحملها. اذا قال لك اياها باعلان عم بحكي، في ناس كتير بيقولوا لك بحبك وحبيب قلبي وانت على راسي وعيني لكن محدود. حتى اذا بيحبك بيوصل لمرحلة في حدود ما بيقدر يكمل، خلص يقول لك سمح لي بعتذر منك، يعني طيب ما انا انسان معه حق. لكن اذا الرب بيعلن لك عن حبه بتموت، بتموت وعم بعنيه. من هيك صدقوني اعلانات الله قد ايه بيحبنا بيعطيك اياها بكشبين اذا صح التعبير، او بالقطاره، لانه جسدك ما بيتحمل. نحن طبيعة ساقطة خاطية، أنانية، مصلحجية، وحط وصف، فما بتتحمل، والخطية عم تمشي بالدم. هأنذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بأمي. ما فينا بإنسان دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية دخل الموت، ما بتتحمل. من هيك حبه طاهر ونظيف أسمى من أفكاري وأفكارك وأفكارك. من هيك مقياسك مش الأمور الخارقة اللي عم تسمع عنها، ولا الظواهر، ولا حتى المعجزات. أنا ليلي إذا بدي أحكي، بدي أحكي عن حقيقة المعجزات. الناس بتحب الظواهر، تعرفوا حتى من غير أديان، إذا بتفوتوا على اليوتيوب بتشوفوا عجائب وغرائب، شجرة بشكل معين مكتوب عليها كلمة غير شكل، فهمكم كيفية، يمكن في ناس عارفوا، بيقولوا لك في هون شيء ببرهن انه نحن مضبوطين، وهوليك بيقولوا لك عم بيصير معنا شيء ببرهن انه نحن مضبوطين. كل طائفة وكل ديانة بتتمسك بأمور وظواهر عم بتصير، بيعطوها حق، بيعطوها شرعية، انه لان هيدي نحن عم بتصير عنا ومعنا، فأنا نحن شرعيين والسماء خيطمي علينا. أوكي نحن مثل ما بحطوا على السيارة لما بتطلع من الشركة، أوكي جربينا خلاص خدها فيك تشتريها. لا لا يا أحبة، المعجزات منا تأكيد من السماء أنه أنا موافق على كل شيء أنت فيه. مرة طلبوا من يسوع معجزة، تذكروا؟ قالوا عملنا ايه تنصدق له، عملنا ايه، شو هو جاي كلاون يعمل عرض؟ هول بيعملوا عرضات حلوين، تبقوا حلوين، بيعملوا بالسيرك، بيمشوا على الحبال وعلى البسكليت، بس هول بالنهايه عم بيبينوا طاقاتهم وخبرتهم وشطارتهم واجتهاداتهم يلي هن عم يكرمال شو، كرمال يعيشوا. ويمكن بيحبوها لهالشغلة، في ناس بيحبوها مغرومين بيكونوا بيحبوا، بس بالنهاية الإنسان عنده شيء إنه أنا تبين، أنا تأظهر، شوفوني صح. نادرين هون يلي بيعملوا هالشيء تيكونوا شهادة إنه يسوع بحياتهم، وفتشوا عليهم تفتيش صح، حلوين، بس إذا في منهم عم يعملوها تتكون شهادة ورسالة بنفس الوقت ليسوع، هللويا، شيء رائع. فيسوع لما قالوا له عملنا معجزة، تعرفوا شو كان جوابه؟ جيل شرير فاسق. بهدلهم. طب شو عم نقول لك يا عمي؟ عملنا آية تنصدق انك من عند الله، ولو بهدلتنا ما تسحش فينا الأرض يعني.
تعرف شو عم بيقلنا يعني؟ إذا أنت إنسان راكد وراء المعجزات أنت خربان، يعني إيمان ما عندك. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. شو يعني؟ المعجزة حلوة، أنا صاير معي معجزات، أنا صاير فيي، أنا فيي معجزات ومعي معجزات صاير، بس هل هالأمور يعني حاطت إيدي عليها وإجري عليها ومساند حياتي وماشي عليها؟ سراج لرجلي معجزاتك، عجائبك، شو كلامك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل المظلم. ليش نور؟ لأنك عايش بعالم مظلم وانت عايش بطريق مظلم، بدك سراج، بدك بيل، بدك أنديل. شو بدي أنا؟ بدك تريا، بدك أنديل كاز، زيت، اللي بدك إيه؟ بس بدك نور، والنور وين؟ بالكلمة. كم واحد عنده غرام بالكلمة؟ فحص نفسك، ما راح أطلب حدا يرفع لي حتى ما نتجرس. سأل نفسك أدي عندك غرام بالكلمة؟ أدي الكلمة فيك؟ أدي؟ طب ليش لما بتحب إنسان تبقى ناطر منه كلمة؟ كلمة، سمعني كلمة، اللي بحبك صوت كفي، ولك الرب عطيك أعظم مكتوب بالوجود. أدي بتفتحهم؟ أدي أدي عطي أهمية؟ الله كثير بقوله ورح أرجع أقوله ورح ضلني أقوله، سيدين سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح، مش بحسب الكتيبات يلي بتتوزع من هون ومن هون، ويمكن في منها صحيحة، أنا مش ضد الكتيبات، في كتير خدام للرب عندهم كتيبات رائعة بركة، بس بعيش عليها يعني تشبه لك الموضوع جسديا. هيدا الكتاب وليمة كاملة، طبخ روح قد ما بدك، مطبخ كامل، شو بدك بتلاقي لغذاء روحك، شو بدك بتلاقي، حتى في طبقات انت بعد مش مكتشفها، في اسرار لطبخات معينه، لاكلات روحيه معينه انت بعد ما اعلن لك، يمكن اعلنت لغيرك. فهمتوا قصدي؟ يعني عم بعطي تشبيه، يعني اذا بتعمل مثلا دراسه عن طبخات بالعالم بتلاقي كل بلد مشهور بنوع طبخ، بتسمع بطبخات ما معك خبرها، بتدوقها يا بتحبها يا ما بتحبها، يا بتقولها مره بدوقها ثاني مره ما بدوقها. انا في اكلات حبيتها دقتها ما بكن ضيقها، بس بالنسبه لي منا اكل دويم لإلي، دقتها مره اوكي طيبه غيرت على درسي، بس ما بتطلبها نفسي على طول، بس دقتها في منهم ايه صرت احبهم على طول اطلبهم، صح؟ بس مثل البيتزا منا اكله لبنانيه ايطاليه، بس كلنا صرنا نحبها، نادرين اللي ما بيحبوها، في ناس ما بيحبوا البيتزا، بس مثلا يعني اجمالا لقيت شهرة حتى من لقيت في مطاعم بيتزا. روحيا نفس الشيء، اللي بيعمل لك كتيب يمكن، مش كلهم عم بحكي، انا عم بحكي انا خدام الله الحقيقيين يلي اتقابلوا مع الرب وتلامسوا بحضوره، اخذوا اعلان، ما اعلن لهم شيء من هالكلمة ومن علاقتهم مع الرب، فيمكن أعلن إلهم عن مقادير طبخة روحية معينة، إعلان معين تيغذي حياتك، تيقويك، تيرفع إيمانك، يزيد حبك للرب وتكريسك وخضوعك لإله. إعلان بتعيش كل عمرك تفتش على هالشغلة من هون ومن هون ومن هون، ما بتزبط، تزبط مرة اثنين أوكي تتبارك منهم، بس تترك كلمة الله وتنطو حدا يعطيك كتيب، أو تيجي بس على الكنيسة شو محضرنا طبخة اليوم الخادم، شو بده يطعمينا اليوم، شو ما كانت طيبة، حتى المشاوي بيجي وقت بتكزة نفسك،
سبحان الله. من زمان كانت المجدرة أفخم أكل، معكم خبر؟ من هيك صار في بتل كل يوم مجدرة. في ناس هلأ ما بتقول المجدرة مثلا كل يوم مجدرة. ليش؟ كانت من أفخم الأكلات خاصة بالحرب. لاقي عدس وطبوخ إذا فيك. فالفكرة هلأ أنا عايش على كلامه ولا عايش على أمور تانية على معجزات؟ ملاحظ من كلام المسيح قال في ناس بيوم الحساب قال رح يقولوا له نحن عملنا معجزات. يعني على الأرض يلي شافوهن انصدموا اندهشوا، هول بيعملوا معجزات؟ أو انحكى عنهم هول يعملوا معجزات وكانوا هن من الأشخاص المشهورين دينيا أو روحيا وعملوا معجزات؟ قال صنعنا قوات. شو يعني صنعنا قوات؟ المعجزات ممكن تصير بشفاء الجسد، القوات بتصير بالطبيعة بالظروف بالأوضاع. قال خبرنا باسمك وبشرنا باسمك. كانوا يخبروا عن يسوع، ناس اقتنعوا يعني هاي الحقيقة بخبر عنها. لكن يعني هون لما نحن منشوفهم شو منقول؟ واو هو طالعين بتيابهم على السماء، صح؟ لاحظوا معي. قالوا باسمك اخرجنا شياطين. شو هيدا؟ يعني انت بتطلع بهيك شخص بالنسبة لك واو شو هيدا بقصيم. نحن ما بنقول بقصيم، بس انه في اشخاص يخدينا انه هذا بقصيم، شخص بيخرج شياطين، يعني الشياطين بيخافوا منه. غلطان غلطان. هو اللي عملوا هالاشياء اوكي، بس بأي قوة عملوها؟ باسم يسوع، بقوة الاسم يلي أرهب الجحيم وقوات الجحيم، يلي جرد الرياسات والسلاطين على الصليب. مش هن اللي كانوا. طب ولو عملوا معجزات، شفوا مرضى، وبعطيكم واحد منهم يهوذا الإسخريوطي. تلاميذ المسيح 12 الأساسيين، ما في زغل 12 ده الزينة. واحد منهم يهوذا، بعثهم اثنين 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 اثنين. يعني يهوذا كان في عنده شريك، واحد من التلاميذ الباقي. شو قال لهم؟ روحوا بشروا باسمي، نادوا انه ملكوت الله اقترب، اشفوا مرضى، اخرجوا شياطين، اقيموا موتى، اقيموا موتى. يمكن في منهم قاموا موتى، يمكن يهوذا واحد منهم. طب ليه دخلكم مطلع قديس؟ الله ينظر الى القلب لا الى العينين والوجه. الله فاحص القلوب والكلى. انتبه، الله ما بيفحصك شو عملت، كم عجيب اليوم، كم شفاء شفيت اليوم، قدي خبرت عني اليوم، كم شيطان طلعت يا بطل. رائع إذا عم تخدم الرب الطريقة بطريقة حقيقية. أنا ما قصدي هولي غلط، فهموني، أنا بقصد يلي متكل إنه هولي إذا عم يعملون أو عارف حدا بيعمل أو عم بيصير عجايب من وإلى و و و و إنه عم نعطيها صفة شرعية مش عند ربنا، مش عند ربنا. رح لكم ليش. يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، امتلأ من الروح القدس من بطن أمه، ما حدا صارت معه معجزة وحدة ما عمل ولا عجيبة عمل. تعرفوا حدا منتبه له؟ ما صنع ولا آية الزلمة، ولا آية. هو بس كان آية بحد ذاته، هو كان معجزة. حدا بعيش على قبابيط والعسل؟
أبابيط، كل يوم أبابيط، كل يوم مجدرة. عنده الأبابيط مجدرة، كل يوم مجدرة، ما عندي مشكلة. يا زلمة، طيب اليوم الأبابيط بحامض، بكرة بتوم، بعد بكرة مثلا غير لك صوص، يوم مشوي يوم مسلوق، أبدا. عايش على أبابيط. ما عنده كان هدفه ماذا نأكل، ماذا نشرب، وماذا نلبس. حتى لباسه ما كان عتين همه، كان لباسه من جلد الجمل وبر الجمل. لك شو هيني، مش كل يوم شو بدل مثلنا نحن كل يوم شو بدنا نلبس كيف. هولي صاروا مجويين، هولي ريحتهم طلعت غيرون، كان ريحته طالع على طول. رغم هالشي مش عمول نعمل مثله. أنا هو كان عنده دعوة خاصة، دعوة خاصة. رغم هالشي المسحة اللي كانت على حياته منا عادية. الناس تركض وراه على البرية، على البرية تروح تلحقه ليه تسمعه شو عم يحكي. طب اديس الزلمة ولا لا؟ أعظم المولودين من النساء، يسوع قال، رب المجد قال. طب بعمل ولا معجزة يعني منه قديس؟ شفتوا كيف إثبات كلمة الله؟ مش القديس اللي بيعمل معجزة، لا يا أحبة، القديس هو اللي تقدس في الرب يسوع المسيح القدوس وانختم بالروح القدس لما تابوا إجنا المسيح. هيدا القديس يلي آمن بالنعمة إنه رح يخلص ويصير شخص قديس. مش لما بصير يعمل معجزات، المعجزات بتصير بعدين حاصل تحصيل حسب الاحتياج بالخدمة، حسب الاحتياج. روحوا على افريقيا، الرب عم بيعمل اللي ما بيتصوروا عقل. طب ليه؟ لان اغلبيتهم عبد الشياطين وسحرة وعبدة اوثان وضايعين وغرقانين، وفي منهم اكلة لحوم بشر، محتاجين لامور خارقة من السماء تيتوبوا يرجعوا. لكن ثمار هالمعجزات عم بتكون رائعة بحسب قلب الله وكلمة الله. بمعنى يلي عم بتصير معه معجزة شفاء، مكرسحين عم بيقوموا، في موت عم بيقوموا، في ناس الله عم يخلق لهم أعضاء جديدة. انتبه، مش جرح وانختم بس، جرح وانختم، أو إنه معه واحد كونسير وانشفى. أعضاء ناقصة، ناس على حافة الموت، جسمها متاكل من جوا بالسرطان، مهري ما في شيء، خلاص عم بيختنق. في وحدة كانت حاطينا المكانات، جايبينها على المكانات، المكانات معايشتها، هي منا عايشة المكانات، بس حتى روحها ما تطلع من جسدها. رب شفاها. ناس مسكونين بأرواح، أم مش قادرة تحضن ولادها، ولادها صغار صغار. لما الرب أخرج منا الشياطين من خلال خادم أفريقي أسود، عيطت لأولادها، أولادها عم يبكوا، ما صدقوا الماما عم بتعيط لنا، وقبلت يسوع، عطيت حياتها لرب المجد. انتبهوا، مش صارت معي معجزة وبعدي مثل ما أنا تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. حياتي مع الله ترقيع يعني. يا أحبة، مش غلط المعجزات، لكن إذا أنا بدي شوف حالي أنا عم بصير معي معجزات وأنا ما حصلت على معجزة خلاص نفسي، أنا مخدوع. لأنه ممكن، ممكن كمان حدا غريب أنا ما صدق إنه هو كمان يعمل معجزات. يعني مش بس الله بيعمل معجزات، ما تتفاجأوا، ما تتفاجأوا. افتحوا معي تسالونيك الثانية، تسالونيك الثانية. هلك شعبي لعدم المعرفة، هلك شعبي، يا حرام. افتحوا تسالونيك الثانية للقديس بولس الرسول، بدكم بعض أوضح من هيك، قديس ورسول، الإصحاح الثاني، تسالونيك الثاني الإصحاح الثاني. اوكي، تسالونيك الثانيه اصحاح الثاني،
ثم نسألكم أيها الإخوة من الأول، معلش عم نقرأ كلمة الله لحالها بتحكي، مش بحاجة أحيانا نوعظها، هي بتحكي لحالها. قال من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح، ويسوع صار جاي، مجيء ربنا جاي، صار جاي جدا جدا قريب، واجتماعنا إليه، شو حلو أنا نسمع لعنده، أن لا تتزعزعوا سريعا. يعني شوف الإنسان معرض دغري يتزعزع إذا صار أمور، بصير يشك إيماني صحيح ولا غلط دخلك، طب هون صار هيك، هون سمعنا صار هيك، هون في هيك، مين صح؟ كلمة الله صح. تعرفوا لي الله قال لك كلمتي صح؟ لأنه كلمته منذ الأزل إلى الأبد، أزلية سرمدية أبدية. يعني الله رح يقول لك يوما أنا ما غيرت رأيي يا ابني، يوما ما أنا ما ضحكت عليك، كل فترة نزل لك شيء جديد، كل شيء أبديت عندي، ما عنده شيء أبديت. ربنا عنده قديم الأيام، اسمه قديم الأيام، وخليني أقول لك إلا قديمك ما يفيدك، صدقني كلمته ما رح تتغير. بقول لك أنا قلت لك كلمتي هيدي عمرها آلاف السنين، هيدا خبرك، هيدا فرجيك، هيدا أخذك، هيدا قال لك تعال شوف، هيدا قيسة هون على الدستور السماوي، هيدا الدستور مش شي تاني. قال لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، لأن هون المعركة بالذهن دايما بتبلش، ولا ترتاعوا، لا بروح، روح ملاك أرواح بتتعامل بتظهر بتبث سمومة، مثل ما عملت مع الحي، فاتت بالحي وتحكيت على حواء، ولا بكلمة، أنا سمعت كلمة يا عمي شو هيدا، ولا برسالة كأنها منا. انتبهوا، وهيدي قالة بغلاطيا إذا بتتذكروا، قال إذا نحن بشرناكم، نحن الرسل، بغير اللي بشرناكم فيه أول ما بشرناكم، يعني خبرناكم أول مرة عن يسوع، جينا تاني مرة غيرنا حديثنا، قال ما تقبلونا. قال لك حتى إذا إجا ملاك من السماء، ملاك، ملاك نور، نور عم بيشع نور، قالوا قالكم غير اللي احنا خبرناكم إياه أول مرة بحسب كلمة الله، قال فليكن ملعون. يعني ما تكون يويو ناطر خبرية من هون وكلمة من هون، كلمة بتاخدك كلمة بتجيبك، شي بيطلعك شي بينزلك، عايش مثل البورصة. تعرف عايشين بالبورصة؟ صدقوني كلهم بياخدوا دواء أعصاب، بياخدوا دواء أعصاب، طلع الأسهم نزلت الأسهم، عليت الأسعار وزلت الأسعار، خسرنا هالقد ربحنا هالقد، عايشين هيك على أعصابهم. انت هيك عم يصير فيك. هون الثبات. شنك سؤالنا شو؟ قال الرجال العاقل يلي بيبني بيته على الصخر، يلي بيسمع كلامي وبيعمل فيه، مش كلام غيري وبدير ديني لهون ولهون ولهون. فنكمل. قال بي كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر، مثل ما فترة شو يهوى تتذكروا كذا مرة قالوا المسيح إجا، المسيح إجا، بالآخر قالوا لك إجا بهيئة غير منظورة، يعني ما حدا شافه، بدون يخبوا كذبته، قاموا قالوا بيجي بهاي غير من... يا أغبي ما قال، قال رح يجي مثل البرق، مثل ما البرق من الشرق الغرب بيضرب، قال هيك رح يكون مجيئه، ما حدا ما رح يعرف، ما حدا. فننتبهوا ما تتاخدوا بتعاليم، برجع بقول ما تكونوا يويو، مؤمن يويو رايح جاي، بتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل، بتدوخ الحواليك وبتدوخ. قال لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، يعني ممكن إبليس يخدعك بطرق، عنده طرق على طريقة ما، يعني عنده طرق إبليس، خليني أقول لك بيبقى عم بيراقبك 24/24، بيشوف وين نقطة ضعفك، أنت وين ضعيف، أنت وين عم تسقط، أنت وين عم ترجع تنجر، هونيك بيضربك. إذا كنت مهووس عجيب ومعجزات رح يعمل معك أمور تصير مهووس فيها، بس تضلك عن الحقيقة، عن صخر الدهور، عن رب المجد.
الحق هالسائية والحق هالسائية والحق. طب والنبع الحقيقي لاحق عليه، لاحق عليه، ما رح ينشف. قال شعبي عمل شرين يقول الرب، تركوني أنا الينبوع الحي. هو الينبوع، وهو الينبوع الحي، يعني غيره ينابيع ميتة مسممة. وين رايح؟ خليني أقول لك، حتى القديسين يلي هني مثالنا وقدوة لحياتنا وبركة وكتير أمور نتبتل فيها وهني روعة، لكن ما بيقدروا يكونوا بمكان الإله. هيدا تجديف، ما في حتى أعطيهم صفات الإله. يعني الله يقول أنا أملأ السماوات والأرض، جيب لي قديس أو قديسة قالت أنا أملأ السماوات والأرض، جيب لي آية من الكتاب أنا بلحقك. أنا الرب القدير، شو قالوا لإبراهيم؟ أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. في شيء قديس قال اللي لحقوه سر أمامي وكن كاملا؟ ما بيسترجي. تعرفوا ليه؟ الكتاب مليان فضايح. أي قديس بدك بجيب لك إيه؟ عنده سهوات أو هفوات أو خطايا أو ضعفات. أي قديس، أعظم قديس من آدم لسفر الرؤيا، حتى يوحنا الحبيب، يوحنا الحبيب يلي كان ينام على صدر يسوع بالرؤيا لما كان بالروح، وتصور كان بالروح، كان في الروح ألف يوم الرب يلي بعت له الرب تيخبره شو بده يصير. واحد من رفقائه العبيد افتكروا ملاك، قام راح سجد له، وكان بالروح وسجد له، كيف لو مش بالروح؟ فهمت شو عم بقصد؟ إذا هو بالروح وما عارف يتصرف، هل أنت بالروح على طول عم تعرف تتصرف؟ تعتير. فهمتوا الفكرة؟ قارنا بس. الملاك هو مش ملاك، يعني اللي أرسله مرسل صرخ له قال له قم على قدميك اسجد لله. أنا عبد، أنا عبد مع أخوتك، أنا عبد مثلي مثلك، أنا خادم مأمور، شو عم تسجد لي؟ بولس الرسول خزق ثيابه بأعمال الرسل، شو بدهم يعبدوا يذبحوا له طور؟ لك اسكت بتاكل لك أكلة مشاوي طيبة. خزق ثيابه قالوا نرجع عن هالأباطيل، اسجدوا للرب. تعرفوا شو عملوا فيهم؟ رجمون بالحجارة. لك هلا كنتوا رح تعبدون وافتكرتون آلهة ولزوا من السماء، شبهوا بالآلهة، صرتوا بكون ترجمون بالحجار. يا أحبة ما تلحق الناس، ما تلحق، بتتعب، بيعملوا لك براسك وسواس، ما الناس مش متوازنة، خبرية بتاخدها خبرية بتجيبها. من هيك الرب قال أنا الينبوع الحي. قال أول شر عملوا تركوني، وبقول الرب جميع مبغضية يحبون الموت، تعيش بخطاياه وركض ورا عجائب ومعجزات وأخبار وقصص وصلوات وأماكن مقدسة. طب هو القدوس ما بيعرفه. طب هو شو قالوا يسوع؟ اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. ايش فاعلين؟ معجزات وفاعلين طرد ارواح وفاعلين شفاءات وفاعلين اسم كمان، كيف جامعين هاي وها قوة اسمه؟ والرب شو بيكمل بيقول؟ ونقروا لانفسهم ابار، ابار مشققة لا تضبط ماء. عندك ينبوع جاهز تشرب منه بتروح بتنقر أبار؟ والأبار المشققة بتطلع غازات من الأرض، معكم خبر؟ بتطلع غازات سامية بتقتل، وكل ما نزلت بالأرض كل ما الهواء مسم، هو اللي بيشتغلوا بالمناجم الفحم بالآخر ما بيعيشوا كتير، معكم خبر؟ ما في أكسجين تحت، موت. فأنت عم تنقر بأماكن عم بتجيب الموت لحياتك. شيل العدة بقى من ايدك اللي حدا اعطاك اياها، شو عندك عدة قاعد عم تحفريها؟ ما بعرف، صلوات، ايقونات، مسابح، مع احترامي للكل، انا كنت واحد اللي صلوا مسبحة قلت لكم، كنت بالاوضه اروح واجي دوخ، بالاخر بصير روح وارجع عريان، بدي اخلص، بدي اخلص، بدي اعمل واجباتي. عم بحكي باخلاص يا حبا، مش عن مسخره، ما بتسخر حدا، انا كنت باخلاص عم بعملها، لكن ما تغيرت،
عارف حالي على جهنم. ما في شيء بالإنجيل حتى بيقلنا رددوا الصلاة. رب قال ما تكرروا، ما تكرروا الصلاة. قال احكوني حكي. قال فوت تكر مخدعك وحكي بيك حكي. حكي حكي. وإذا بدك أعطيك مصدر كيف تحكيه صلوا هكذا. أبانا. هيدا بيك. أبانا الذي في السماء. حكي كأنه بيك. كيف تحكي بيك؟ بكل احترام، بكل ثقة. إنه هو قادر على كل شيء، هو بيسد لك احتياجاتك. بغض النظر عن الآباء اللي ما كانوا بركة للبعض، ما بتخلى هالدنيا. فأنت وين؟ فهيدي إذا ركض ورا معجزات أنت بدك تضيع. هول أمام الله وقالوا له إياها بكل عين وقع عملنا معجزات وهو قال ما بعرفكم، ما بعرفكم ولو يا رب بكل عمر أخبر عنك ما بعرفكم. طب ليه ما بعرفكم؟ لأنه أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. يا أحبة، هل المعجزات اللي احنا نركض وراها أو اللي عم نسمعها عم بتصير، هل عم بتمجد رب يسوع؟ مين عم ياخد المجد؟ طب الرب يقول مجدي لا أعطيه لآخر، من يكرم الابن يكرم الآب. من يكرم الابن يكرم الاب. تلقائيا انت اكرمت الاب وما فيك ما تكرم الاب ساعتها. طب هولي لما انا هولي ما بعمل له حسابات، يعني انا حاطط راسي بين هالروس وقول يا قطاع الروس هنا رح تروح عليك يا معطر. هلك شعبي لعدم المعرفه. فشو بدك تلحق؟ المعجزه يلي بتغير قلبك يلي اسمه ولاده ثانيه، تكون ابن مختوم بالروح القدس، اسمك بسفر الحياة مغفورة كل خطاياك، انت ابن الله، عرفت انه السماء قبلتك وختمتك وصرت ابن شرعي ووارث لله ووارث مع المسيح. ولا بدك تعيش مظاهر ومش عارف حالك بعد الموت. هول اللي بيصير معنا هالاشياء اتحديهم واسألهم قل له بعد الموت وين رايح؟ وبقول لك انا شو رح يصير، انا بقول لك شو رح يجيبوك. عدة احتمالات رح يقولوا لك. يا بلك انا رايح على المطهر اتطهر كم سنه، بتعرفوا انا كنت كتير خاف من المطهر، ما عم بمزح. انا اقول انا بدي اذا بدي اعدل 15 سنه يا دلي بدي اتعذب 15 سنه هيك اقعد حل انا براسي 15 لحتى بعدين اطلع. ما بدي ولك ولا ثانيه بدي. طب لايكو حدا منكم بيقبل يتعذب اذا عم يوجع راسه؟ معلش ايه حلو وجع الراس، تركوني ولو شو هال ليه مزعجين؟ تركوني عنكم ضايقه ولا بتركض على اي حبه بنادول او اي شيء او حدا يفرك لك كتفك شويه مساج تتروق؟ طب ليه وكيفك تحمل؟ انا ما كنت متخيل، انا ما بدي اتعذب حتى بالمطهر، ما بدي ما بدي. مع انه الانجيل ما قال في مطهر، ما قال في مطهر، بس في حساب امام كرسي المسيح. هذا موضوع، موضوع تاني. فالفكره إذا بدك تركض ورا هول سألهم بعد الموت وين رايحين؟ يا بقول لك في مطهر بتطهر وبعدين بروح ومش مأكد تبي، أو بيقول لك ما بعرف الله بيعرف. مين بيعرف؟ مين راح شاف خبر ورجع جالنا؟ ما حدا ما بيعرفه. طب عشو أنتم متكلين على اللي بيسمعون من هون؟ وفي من يقول لك إن شاء الله إن شاء الله، الله قلبه كبير، الله محبة، الله محبة صح، الله محبته فائق الحدود، بس كمان الله قدوس يعني عادل وبار في كل طرقه مستقيم الرأي. مش يعني أرثوذكس، ما تفهموني غلط، الله منه طائفي، يعني ما بيلعب بأفكاره معنا، صادق صحيح صريح. خليني لك الليلة الرب قادر يعمل معك معجزة، بس أول معجزة بده إياها، أول معجزة شفاء نفسك وروحك من الخطية. ينبغي أن تولد من فوق أولا. هالمعجزة الأبدية يلي رح تدوم معك صدقني، حتى لو صار معك الليلة معجزة وشفيت من مرض ما، من حال ما، من ظرف ما، أو الرب تدخل بوضع بحياتك مادي عاطفي اجتماعي عائلي مكان معين أي شيء رائع. أنا صارت معي وفي كتير صارت معهم،
لكن هيدا ما بيدوم على طول. رح أعطيك مثل أكثر من هيك. الشعب القديم صار معه المعجزات ما بتخطر على بالنا. أنا لما بقرأ صدقوني شعر بدني بيوقف. تخيل أنه الله يشق بحر نار تنزل بيناتهم بينه وبين جيش فرعون، سحابة بنهار تحميهم من الشوب ومن الشمس ومن سماوي وسلوى طلع اللحمة من مناخيرهم، كرهوا اللحمة وطازة، يعني كلها مش طيور مزارع تعرفوا، يعني لحمة غير شكل، مش مثل هلأ يعني كورتيزون وفيتامينات، كله طبيعي. ومن تفعوا قال ولم يدخلوا راحتي، قال ماتوا كلهم بالقفر، ماتوا بالقفر. تعرف مين فات؟ يشوع وكالب والصغار والولاد، صوروا شعب مات بالبرية. طب معجزات ولو 40 سنة معجزات، لو في صخرة كانت تلحقهم من مطرح لمطرح تشربهم. يسوع هو الصخرة، قال والصخرة تبعتهم. طب وين 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 اللي انتفعوا منه ولا شيء؟ تعرفوا ليه؟ القلب ما كان مع الرب، كانت عيون على إيدان يسوع وعجياب يسوع. شو بيطلع لنا منك؟ مصلحجية. كالب ويشوع قال كان فيهم غير روح، ما كان فيهم روح الساقطة الإنسانية الأنانية. حابب الليل يكون فيك غير روح، روح تحب مجد إلهك يظهر بحياتك، انتصارات إلهك تختبرها بحياتك، وتختبر انتصارات على قوات الجحيم والخطية بحياتك والعادات السيئة بحياتك، ولا بدك من برا لبرا ومن جوا يعلم الله. انت كن صادق مع نفسك، هيدا قرارك الليلة، قرارك. اذا عندك الليلة احتياج لمعجزة علون ايمانك، قل يا رب انا بدي، بس اولا اولا ينبغي ان تولد من فوق. هالمعجزة رح ترافقك على السماء، لأن هيدي التيكت، هيدي الفيزا اللي بدها تطلعك على السماء، مش المعجزات والعجائب وإخراج الشياطين وإقامة الموتى. هولي حاصل تحصيل، هولي رح يجوا لما الرب يلاقي في حاجة، رح يجوا وفي غيرهم واوا، بس يكون عندك علاقة مع الرب، تكون صرت ابنه، يعني عندك إثبات شرعي سماوي انك انت اب الاب السماوي. حابب الليل يكون عندك هالاختبار. وبقول بعدين الرب قال وهذه الايات قال تتبع مين؟ المؤمنين. اي مؤمنين؟ كتار المؤمنين. اوه كلهم مؤمنين بالدنيا، امن بالحجر طرق، في ناس مؤمنين بالحجر، في ناس مؤمنين بالجفصين، في ناس مؤمنين بالمال، في ناس مؤمنين بزواتهم بقدراتهم، كتير المؤمنين. لكن عم نحكي عن الإيمان بمخلص العالم، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار 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 مياه حية، مثل ما رح يصير باللقاء بعد جمعة، أنهار رح تختبره تجري من بطونكم. صدقوني لدرجة تقول يا رب أنا ما بش قادر أتحمل، النهر رح يجرفني. عم بحكيها بأمانة، بدك الليلة تحصل هالمعجزة فيك الأساسية، تعرف أنه ختمت وولدت من جديد على أساس موت يسوع ودمه على الصليب، مش على أساس عملت وتصور هولي ما عملوا أعمال صالحة. انتبهوا هولي مش أنه طعموا فقرة وعملوا معنوا حلوين كمان، هو عملوا معجزات أمور خارقة، لكن شو كان نصيبهم؟ قال اذهبوا عني. بلوقة 13 شو بيقولون؟ تباعدوا عني، مش طايقكم، بعدوا عني، ريحتكم طالعة. فبدك الليلة تكون من هول ولا من اللي رح قلن نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. حابب الليلة يا ريت نحن رؤوسنا، نحن رؤوسنا كلنا، قل له يا رب أنا بدي هالمعجزة. هوليكي حاصل محصر رح يجوا لما أنت بتشوفها مناسبة، لكن أنا بدي يكون أنا المعجزة،
أنا معجزة ماشي على الأرض. الناس يقولوا كيف تغير لسانه، كيف تغير عيونه، كيف تغيرت معاملته، كيف تغيرت قلبه، كيف تغير إجراه، كيف تغيره. هيدا اللي بيهم الناس. الناس تعبانة لما بتشوفك مصدر عن مسيحك، رح يشتهوا يتقابلوا معك ويسألوك اللي عندك خبرني إيه، دلني عليه. قلتلكم بتسالونيكي قال إبليس رح يعمل عجايب كاذبي، قال بكل خديعة الإثم في الهالكين. رح يعمل عجايبه في الهالكين، يعني عم بتصير هالعجايب مع ناس ما اختبروا الخلاص، فيضل يقول لهم خلوكم مثل ما انتم مضبوطين، خلوكم بخطاياكم انتم مضبوطين. عم بتصير معك عجايب، هو الاثباتات. لا، بدك تكون انت المعجزة، بدك تصير من المخلصين مش من الهالكين، من المخلصين المفديين المغسلين بدم يسوع. هذا بصير من قوله يا رب غسلني بدمك الليلة، نقيني من خطاياي، ارحمني من أجل اسمك، أعطيني قلب جديد يحبك يا رب. أنا بدي أعرف أنه اسمي انكتب بسفر الحياة عندك بالسماء. أنا بدي صير ابنك، أنا بدي صير بنتك. صرخيله من قلبك، ما ترضى باللي أنت فيه، ما ترضى. قل له بدي أكون أنا المعجزة. ناس يقولوا هيدا المعجزة ماشي على الأرض. قل له يا رب بدي اياك، بدي الليلة اعرف انك انت قبلتني، اختوم قلبي بروحك القدوس، اختوم قلبي. كم واحد صلى هالصلاة يعطيني اشارة برفع ايده؟ امين امين امين. الجحيم حقيقة يا احبة، جهنم حقيقة، مرة، مخيفة، مرعبة، مقرفة، مش مأزة. ما فيك تتخيل وضع الجحيم، ما فيك تتخيل. نحن بنسمع أخبار وأحيانا بنشوف أفلام، بس الواقع غير. يسوع عم يبكي على اللي بجهنم لهلا، عم يبكي مع خبر، عم يبكي ودموع وبكاء مش مثل بكائنا نحن، مش طايق وضعهم بجهنم. قال أنا لا أسر بموت الشرير، لا أسر، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا، هو الحياة. قل له يا رب أنا ما بدي أكون من أولاد الجحيم. ما تخاطر بحياتك ومصيرك وتفتح عينيك بمصير مخيف أبدي. الكنيسة هون ما بتخلصك إذا عم تجي على الكنيسة، إذا عم تخدم بهالكنيسة هذا ما بيخلصك، إذا أهلك مؤمنين هذا ما بيخلصك، إذا بيك أسيس ما بيخلصك، إذا بيك خادم ما بيخلصك. اللي بيخلصك المخلص. قل له لإله بدي أخلص، بدي أتغير قلبا نقيا أخلق فيا يا الله. قل له إياها قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. كم واحد جد بصلاة الليلة؟ كم واحد؟ قربوا لقدام يا أحبة، لجديين يقربوا لقدام، الشباب هون والبنات هون. أنه أنا يا رب بدي هالقلب، بدي أنا أكون المعجزة. الشباب على اليمين والبنات على الشمال. قال السماء تفرح، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، بخاطي واحد يتوب، بخاطي واحد. شوفوا قديه السماء انوعة ناطرة، السماء بس واحد يتوب، مش واحد يصير معه معجزات واخبار وقصص، يتوب يقول له يا رب سامحني انا خطيت بحقك، انا ما بدي ارجع الخطية. قربوا هيك يا حبيبتي، قربوا هيك، ارفعوا ايديكم للرب، ارفعوا ارفعوا علامة التسليم. يا رب أنا بسلمك قلبي، أنا بسلمك حياتي، أنا بسلمك عمري، أنا بدي أخضع لإلك، أنا ما بدي أعيش من برا لبرا، أنا بدي أكون حقيقي معك من جوا. ارفع إيديك وقلبك مع إيديك، كون حقيقي. الله ما عنده عايز وبيستغني، عنده أشخاص حقيقيين. إذا في حدا بشجعه يقرب لقدام، ما تضلك قاعد بمحلك. هيدي خطوة إيمان عم تاخذها الليلة، هيدي خطوة إيمان. أنا يا رب بدي يكون هالشخص المعجزة اللي عايش على الأرض والناس يشوفوا فيه يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ قل له أنا ما بدي يكون متدين، ما بدي انتبه لطايفة ولا حتى طايفة إنجيلية،
أنا بدي صير من كنيستك المفدية المغسلة بالدم يلي رح تجي وتاخدها على السحاب. قل له أنا بدي، أنا بدي، أنا بدي، من قلبك اصرخ له أنا بدي يا رب، ما بدي أطلع من هالباب غضبك على حياتي، ما إلي حياة أبدية معك، أنا بدي أطلع من هالباب خليقة جديدة، بدي الناس يشوفوني فيك، أنا إنسان جديد، خليقة جديدة، شخص مغسل بدمك، إلي حياة أبدية، أعرف من هون، إلي حياة أبدية، مش إن شاء الله، الله ما عنده إن شاء الله، قال المسيح فيه النعم وفيه الآمين، هيدا لألك، بمجرد أن تؤمن وتتوب، توبة حقيقية، توبة حقيقية. اختبرني الله، اختبرني. هاليلويا. رد كلمة برنما، علنا من قلبك، علنا من قلبك. هيدي كانت صرخة داود. هاليلويا. يا الله واعرف قلبي. قل له افحص قلبي يا رب. افحص قلبي يا رب. يا الله. القلب نجيس يا أحبة وبيخدعك. اختبرني. بيقول لك انت كويس وباك، انت ادمي، الله ما عنده اوادم بالسماء، الله عنده قديسين فقط بالسماء، اوادم ما في بالسماء، اوادم على الارض. صرخ له، قل له اذا في طريق باطل دنيوي زمني بس ابديا نحوك يا رب، طريق مستقيم. هاليلويا. هاليلويا. امين. رب شايف قلبك، ما في شيء مخفي عنه، شايف قلبك اذا هلا عم بتوب توبه حقيقيه. امين امين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. واعرف قلبي. امين امين. هاليلويا. اختبرني يا الله. هاليلويا. اختبرني يا الله. هاليلويا. وعرف أفكاري يا رب. وانظر. انظر إن كان فيا طريق باطل واهدني طريقا أبديا. هو رح يلمس قلبك، هو رح يخدمك، منك لحاجة حدا يحط ايديك عليه، منك لحاجة حدا يصلي لك، هو موجود تيأكد لك انا قبلتك. قبل ان يدعوني انا استجيب، قبل ان يدعوني انا استجيب. هاليلويا. هو رح يلمسك ورح يقول لك انا قبلتك، انت ابني، انا اليوم ولدتك، انا اليوم ولدتك. هاليلويا. امين امين امين. هاليلويا. امين. في صفحك اقبلني اتي دائما ربي لديك. امين. هاليلويا. أنا شفيت. إذا عندك حالة مرض علون إيمانك بشفائك بجلدة يسوع، قل أنا ماشي باسم الرب يسوع. أي حالة عندك إياها علنا علنا علنا. السماء شايفتك، الرب شايفك، شايف احتياجك، لكن كون صادق، كون صادق. الله جدي نار آكلي، ما فينا نخدعه. هاليلويا. أمين. فاقبلني يا يسوع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. أنا آتي إليك.
كلنا هترنيمي بقلبك كأنها صلاة. حط خطاياك عند إجريه، قل له عند إجريك تحطه، ما بدي أرجع له، بدي أعيش منتصر محرر، خليقة جديدة في المسيح، خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هذا لازم يصير. هو ذا الكل قد صار جديدا، ما بدنا نضل على العتيق، ما بدنا ناس يتمسخروا على إيماننا وحياتنا، بدنا نعيش بأداسة وطهارة صورة يسوع على الأرض. هاليلويا أنا شفيت. هاليلويا قد استنيت لتطهرني تغسلني يا يسوع. أمين 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 لتطهرني رح يقبلك، ما تخاف ما يقبلك. بيقول كل من يقبل إلي لا أخرجه خارج. حابب أسأل سؤال ليلي، مين اللي حس ليلي صار معه شيء؟ مين اللي حس في شيء صار بقلبه؟ كون صادق، ارفع ايدك، ارفع، خلي الشياطين يشوفه. شو بكون خايفين؟ علنا قدام الشياطين والملائكة، أنا في شيء صار فيي، في شيء صار فيي. كم واحد؟ كون حقيقي، ما تكون مزيف. كم واحد؟ أمين 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 أمين. كون أدى، كون أدى، وحمل مسؤولية اللي الرب عمله فيك. ما تعيش هلأ على الخبز يلي أخدته هلأ أو على اللي الرب عمله معك، بدك تكمل. أنت مسؤول عن نفسك، اتابع حياتك بالكنيسة، بالكلمة، بالشركة مع المؤمنين، مع المؤمنين بالشركة مع المؤمنين. ما بقى يكون عندك شركة مع ناس مش مختبرين الرب. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. لزق بشعب الرب، التصق بشعب الرب تيكون لك نصيب. التصق. أمين. ربي يبارككم ويزيدكم ويحفظكم ويحميكم من كل شر وشبه شر. نعمة الله الأب ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس تكون معكم إلى أن يرجع رب المجد. ربي يرفقكم ويكون معكم يا أحبكم.